و2013. كرة محاولة المرور أندري روبرتسون، كرة تحت الباسكت، تمرير أول أروع من هيك و2 شوت سريع على الثري، رح ياخذ شوت سريع على الثلاث نقاط، أخذها اللي ما بيرحم أبدا، اللي ما بيرحم أبدا، اللي ما بيضيع أبدا، روعة كار كيفن كيف أوت بيسجل. لا لا بدايها أوضح، بدايها أوضح، بدايها أوضح، بدايها أوضح. رميات حرة التالي ضاعت، ويست على بدرون، محاولات تحت الباسكت ودوايت هاورد تو هاند سلام دانك بسلة فريق الأهلي ترابلس. نسيم بدروش وجوردن هيدي وجوردن هيدي بيسجل على الثري بوينتس وبيرفع الفارق لسبعة، 66 مقابل 59، الفارق عم بيكون سبعة بهالاوقات. الروعة جوردن هيدينغ، جوردن هيدينغ بنقطة ال 14 في الجيم، جود جاب لماكنزي لماكنزي مور، ثم جوردن هيدينغ بيسجل على الارض وجود واحد من لاعبين منتخب التربيه. شوفوا هالتمريرة هون، الكرة ضايعة لهذا الدانك لدوايت هاورد، هاورد اللي بيسجل النقطة الرابعة بالجيم، هو الفارق سبعة. هذا الدانك اكيد لدوايت هاورد مشاهدينا الكرام، بيقول سنوات المجد له مع اورلاندو ماجيك بالفتره من 2004 لل 2000، والتحرك والسكرين ونسيم يمسكها ونسيم يسجل نقطه ال 26، تحرك كوتش عموما دوايت هاورد عم بيتحرك صاحب الذهبيه الاولمبيه في الالعاب الاولمبيه في بكين عام 2008. مشاهدينا الكرام جود باس الروعه، جود كاتش ودوايت هاورد بتو بوينتس جديده، النقطه التابعه اي حل من الحلول يا كوتش فؤاد، بيساعدك دفاعيا هول سكند تشانس، الفارق ثلاثه سرقها، يا سلام عليك نزل على الارض، نزل على الارض، اعطونا اياها على الارض ما احلاك. عموما محمد بشير السعدي اخذ الليبيه مخيفه، ومحمد بشير السعدي بنقطه ال 18 في الجيم، هذا نجم الان بي اي بيرتكب الووكينج امام مين؟ امام نجوم ليبيا على مستوى الديفنس. اه منكم شو عملتوا فيني؟ اه منكم لاحقين. فيها تورن اوفر على نسيم بدروش. كرة ضايعة، الفلبيني مضيع الكرة بس مرتين، شوفوا قد ايه المباراة حلوة، المباراة اللي ما فيها ضياع كرة، تورن اوفر قليل بتكون من اجمل تفرق فيهم بال 74 71، الفرق ثلاثة، أربعة نقاط بعد اللي صاروا 20 في رصيدهم، وحاليا المباراة برضو على نقطة كما الاهلي طرابلس. الزعيم حاضر، الزعيم حاضر، وجوردن هيدينغ بيحاول برضه، واو قائد الاهلي طرابلس الزعيم عم بيعمل سوبر بلاي هاوس، جود جاب لمحمد بشير السعدي. المباراه واقفه حاليا عند ثلاث نقط بالنسبه لفريق سترونج روب الفلبيني. جوردن هيدينغ صاحب ال 15 نقطه بيسلم الكره عند الرايت هاورد بيسجل نقطه العاشر من جيم، ايزي باسكت لدوايت هاورد. وجدي عمران حكم شاش معقول لا تروح تحاول نقطة احلوة الجيم، احلوة المباراة، والدور الان على اندري هيوج سلام دانك. 81 80 81 80، التبديلات قادمة لفريق الاهلي طرابلس، الفاول واضح. عموما بيسجل اول وهذه حرة له في ضربة قصد الارض، وبحيي الجماهير، الاهم عم بيكون التعادل 81 81. نحتاج الناس اللي بتقاتل، الناس اللي بتقدر تروح على الباسكت، عموما في صافرة. وهذا برضه ذكية لأنه أعطاه رميات حرة، وأصلا على استراتيجية اللي ممكن عم تلزعه. باو، كيم باو بيحاول، كيم باو محاولة المرور، كيم باو وهون فيها باو ولازم تنحسب، نو باسكت. كيم باو، روعة كيم باو بيسجل 83 مقابل 81، توصل الكرة عند الفلبيني ممتاز، يا سلام عليك يا دكتور، مر الدكتور وحصل على الفاول، اه منك يا انيق، مش معقول يا دكتور، روعة دكتور،
أجبر على ارتكاب الخطأ الشخصي الرابع. نسبة الذكاء الروعة هالمرة. ممتاز والرميات الحرة قادمة. الحرة كانت كفيلة إنه إعادة الأرقام عموما تصير عند 12 أضعاف إيزي. مباراة هذا كود فاول توقفات وتبديلات دوايت هاورد على الرمية الحرة النقطة 14 للجيم عنده 14 نقطة ودوايت هاورد 14 فرق عند 4 هاورد الثاني عنده 30 نقطة 15 للمباراة عند الساعة الفرق كرة تلفت وطلعت الباسكت الكوتش فؤاد هو المرحبا شو على جماهير تنفيذي حلو كثير حقهم كمان يفرحوا وحقهم يتفاعلوا وحقهم يشجعوا كل شيء هيك الرياضة حلاوة الرياضة العالي حقهم عارف انه فريقه محتاج هاد بوزيشن طلع فوق الكل حاورز وحصل الريباوند السابع له في المباراة 17.7 ريباوند تو اسيست دوايت هاورد كرة فيها درايف على الباسكت ضاعت جود فوكس اوت برافو لنيك ويست تصل عنده شد كبير اداء راقي جدا ما شاء الله عليك جوردن موسكوي قادر يعمل الستيل موسكوي قادر يعمل الستيل قادر يعمل البلوك اول فرع عند اندري سرقوها اهل طرابلس سرقوها راح الدكتور راح الدكتور مر والمتابع مشاهدينا الكرام ارجو ان تكونوا استمتعتم معنا بهذه المباراه انا اشرف سمره بحييكم وهذه اكبر تحيه